الله الله، هبقى well. النهارده ان شاء الله نكمل سلسله منهج كونكت جريد 1 سنه اولى ان شاء الله. منهج كونكت يونت 8 هنتكلم عن the pyramids، يعني في الاهرامات او عند الاهرامات. the pyramids اول حاجه عندنا، يلا نشوف الفوكابز اللي موجوده عندنا. the pyramids يعني الاهرامات. طبعا اول حاجه نعرفها الاهرامات اسمها ايه؟ pyramids 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 pyramids. والجمل اسمه camel camel camel. yeah. وعندنا الملكة نيفرتيتي اسمها كوين نيفرتيتي كوين نيفرتيتي كوين نيفرتيتي، اسمها كده. والملك توت اسمه كينج توت كينج توت كينج توت. الحجر بقى اسمه ستون ستون. خد بالك عشان في ناس بتقولها ستون رونج، اوكي؟ بيكوز it's a long o makes the sound of o. ستون ستون ستون. اوكي، وعندنا ابو الهول اسمه سفينكس سفينكس سفينكس. اوكي، وعندنا كبير الحجم اسمها بيج بيج بيج. طب وصغير الحجم سمال سمال سمال. ممكن نقول ان الاهرامات او الهرم كبير. هقول ايه؟ the pyramids are big the pyramids are big، يعني كبيره الحجم، ماشي؟ طب عايز اقول ان الحجر صغير، هقول ايه؟ the stone is small the stone is small the stone is small. phonics in this unit k، what the sound of k؟ for king king. and kite kite. and key key key. and what the sound of q؟ qua 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 qua. for queen queen queen. and quite quite quite. عندنا lesson 3 بيقول لك ان في حاجات بتبقى صغيره في الحجم like ant like mug تبقى small small. وفي حاجه بتبقى ايه؟ big big big. اوكي، في عندنا بقى حاجات كده لازم نعرفها برضو. بيقول لك to say where you live، لو انت عايز تقول انت عايش فين هتقول I live in، واقول بقى ايه المكان اللي انا عايشه فيه. I live in Cairo I live in Giza I live in Alexandria. كلمة بقى عندنا كايرو اللي هي القاهرة كايرو 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 كايرو. اسكندرية Alexandria Alexandria. وعندنا الأقصر لوكسور لوكسور لوكسور. أسوان أسوان أسوان. وعندنا بورسعيد اسمها بورتساد بورتساد بورتساد. That's it. هو ده اليونت، سهل جدا جدا جدا، اللي هو بيتكلم عن ايه؟ at the pyramids at the pyramids اللي هو في الاهرامات او عند الاهرامات. yes. لو انا قلت لك what's your name؟ I am. how old are you؟ I am 5. okay. where do you live؟ I live in Giza I live in Giza. yes. that's it. thank you. goodbye.